السلام عليكم. دلوقتي عندنا موقع اسمه اوبن ستريت ماب، وموجود برضه على الموبايلات، بيمكنني من وجود خريطة اونلاين واوبن سورس مجانية. تقدر تحط كل المعلومات اللي انت عايزها، يعني ممكن تبرمج خريطة في يوم مثلا للفساد، مثلا اي حد يلاقي مكان فيه فساد بيروح مدي اشارة في الموبايل زر احمر ان في هنا مشكلة وهكذا، او في مثلا حادثة او في طريق هد. يعني تقدر تدخل تعدل في الطرق دي، تقول له اديت، ولو انت شايف ان في تعديل في الطريق تقدر تعمل انت الطريق الجديد او تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام. طيب دلوقتي لو انا عايز اعرف المكان بين نقطتين، هاجي هنا هلاقي فاين دايركشن بتوين تو بوينت، بديله النقطة الأولانية. مثلا أنا هنا وعايز أروح المطار، فهو بيبدأ يعمل دراسة للشارع وبيقول لي إن أفضل مكان إن أنا أروح من الشارع الضاحية للريان لقلعة العسكر للكورنيش لرأس العبود للخور، يعني هاخد طريق الكورنيش. وطبعا ده المينا والمتحف الإسلامي اهوت. فدي بتبقى كويسة لو أنت سايق ورايح مكان جديد.